مشاهدينا عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، نجدد لقاءنا معكم والبداية مع أبرز العناوين. إطلاق فعاليات أسبوع عمان للتصميم برعاية ملكية. رهبنة الوردية في الأردن تحيي عيد سيدة الوردية العذراء مريم. كنيسة مار شربل للموارنة تحتفل بصيامة عدد من أبنائها. انعقاد مؤتمر الأمانة العالمية للشبيبة المسيحية لأول مرة في الأردن. مجموعة طلال أبو غزالة تفتتح مركزاً للمعرفة في مطرانية الروم الكاثوليك. أهلاً بكم. برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله انطلقت في منطقة راس العين فعاليات أسبوع عمان للتصميم بدورته الثانية، والذي أقيم بمبادرة من جلالتها. وحضر حفل الافتتاح عدد من الأميرات وشخصيات في القطاعين العام والخاص، ورعاة وداعمو الأسبوع وشخصيات إعلامية أردنية وعربية، وجمع من المهتمين بالتصميم. واطلعت جلالتها على المعروضات التي تشمل أعمالاً لأكثر من 100 مصمم إقليمي ودولي. وعبر عدد من المشاركين عن أهمية هذه المبادرة التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية التصميم وكيفية إدخاله لتطوير المنتجات لتحقيق الفرص الاقتصادية للمصممين وإمكانية عرض أعمالهم من خلال الأنشطة العالمية. طبعاً هذا كله من فضل دعم من جلالة الملكة اللي دائماً بتهتم بالابتكار وبالتصميم ودائماً موجودة عشان توفر للمصممين الفرص للتعليم والعمل. طبعاً التصاميم اللي موجودة عندنا بالمعرض هي يعني مختلفة جداً، من تصميم جرافيكي لتصميم حضري لا يعني شغلات مختلفة، بس منركز منحب نحن نركز على جمع هدول المصممين بمساحة واحدة من خلال معرض منسق، مشان يكون في نوع من الاكسبيرينس للمشاهد اللي بده يجي، وبنفس الوقت يمر بتجربة انه هو يستفيد ويتعلم منها. أقامت الأمانة العالمية للشبيبة المسيحية ولأول مرة في الشرق الأوسط وبإشراف وتنظيم من منسقية الشبيبة المسيحية وباستضافة الأمانة في الأردن مؤتمر الأمانة العالمية للشبيبة المسيحية لعام 2017، والذي ركز في جلساته على أهمية حوار أتباع الأديان في حل النزاعات ودور التعليم في حل المشاكل البيئية في العالم. التفاصيل في التقرير التالي. بحضور عدد كبير من رجال الدين المسيحي والإسلام ووفود شبابية من 20 دولة عربية وأجنبية، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للشبيبة المسيحية العالمية، والتي ركزت بمجملها على أهمية حوار أتباع الديانات في حل النزاعات الناتجة عن التشدد والتطرف وأهمية التعليم والتوعية فيما يتعلق بالمشاكل البيئية في العالم. وفي الجلسة الافتتاحية التي أقيمت على مسرح كلية طرسنطة بعمان، أكد وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط أن الأردن أولى الشباب جل عنايته بهدف إنشاء جيل واع لمواجهة التحديات البيئية والحفاظ على الموروث البيئي والحضاري السليم لمستقبل أفضل. وقال خلال رعايته المؤتمر إن الأردن يعتبر مثلاً يحتذى به في السلم الاجتماعي والعيش المشترك بين كافة أطيافه، حتى صار يحظى بالاحترام والتقدير في كل دول العالم. كما أطلقت الوزارة حملة توعوية وتثقيف بيئي كبيرة على مستوى المملكة يتم بموجبها توعية جميع شرائح المجتمع وتحديداً جيل النشء للحفاظ على البيئة. من جهته عبر السيد علاء أبو خضر الأمين العام للشبيبة المسيحية في الأردن عن سعادته لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر، لافتاً إلى دور الشبيبة في تنمية مهاراتها على مختلف الأصعدة الروحية والإنسانية والفكرية. ارتأت الأمانة العالمية بأن تقيم المؤتمر العالمي للشبيبة في بلدنا العزيز، والذي يتمحور حول الأديان في حل النزاعات والتركيز على التعليم وقضايا السلام والعيش المشترك وتسليط الضوء على موضوع البيئة والمشاكل البيئية، وذلك لما ركز عليه قداسة البابا فرانسيس في عظاته بتوجيه النظر لحماية الكرة الأرضية
من التلوث والدمار البيئي. أما السيد طارق حجازين المنسق العام للشبيبة المسيحية في الشرق الأوسط فقد أوضح أن التعددية الدينية والثقافية هي صفة ربانية، وعلى الشباب استغلالها في العمل المشترك فيما بينهم. اليوم ارتأت الأمانة العالمية للشبيبة المسيحية في العالم كله حركة تشيك لتفتتح مؤتمرها بالأردن، وهو أول مؤتمر يقام في الشرق الأوسط. هذا المؤتمر تمحور أو سيتمحور حول التعايش الديني والتعايش الإنساني بين الحضارات، وسنركز من خلال هذا التعايش حتى نستغل أرضية مشتركة ونحكي عن موضوع البيئة. وإحنا اليوم وجهنا رسالة لكل المجتمعات والمنظمات والمؤسسات والقيادات في العالم حتى قدر الإمكان تعطي دور كبير للشباب وتهتم في رسالتهم. وألقيت في الجلسة الأولى عدة كلمات أشاد فيها المتحدثون بأهمية عقد المؤتمر في الأردن لما يتميز به هذا البلد من سمعة دولية طيبة في إقامة المؤتمرات وحسن الضيافة، إضافة إلى ما يتمتع به من استقرار أمني وسياسي متميز، حتى صار نموذجاً يحتذى في العيش المشترك المسيحي الإسلامي والتنوع الثقافي والحضاري على مستوى المنطقة. Through our global campaign mechanism, we are mobilizing young people and our national movements in different countries in the area of promotion of access to holistic quality education, the promotion of peace and conflict transformation in schools, the preservation of the environment, good governance, solidarity, and fraternity action. He says, we are in the beginning, and we are always in the beginning. And this program will be another beginning for peace building. لكي ندافع عن مفهوم المواطنة المتساوية التي هي المدخل لنتناقش لنكون مواطنون أردنيون على التساوي بغض النظر أنت ذكر أم أنثى، مسيحي أم مسلم، أنت فلسطيني أم أردني. الأساس أنك مواطن لك حقوق وعليك واجبات أمام القانون. ثلاث أنواع من التلوث للأسف لم ندرسها كما ينبغي. وجودنا اليوم في المؤتمر كان عبارة عن شرح للشركة تبعتنا وأهدافها، وخصوصاً التكنولوجيا اللي بتختص في البيئة أيضاً، هي في مجال الطاقة، وهو عبارة عن تكنولوجيا لتنظيف الألواح الشمسية من غير استخدام المياه. المؤتمر العالمي للشبيبة هو بيختص هاي السنة، بيحكي عن السلام وبيحكي عن محور البيئة، فكان بتنسيق من المنسقية حابين إنهم يكون في innovative people موجودين في الأردن يحكوا عن مشاريعهم الريادية اللي بتختص في هذا المجال. وفي الجلسة الثانية لأعمال المؤتمر أقيمت ندوة حوارية على مسرح الجامعة الأمريكية في مادبة، شارك فيها رئيس الجامعة الدكتور نبيل أيوب ومدير الكاريتاس الأردنية السيد وائل سليمان وعدد من المتحدثين. تناولوا خلالها جملة من القضايا بين دور كل من الأديان والتعليم في بناء وتعزيز قيم السلام والتعاون والحوار بين الشعوب، مذكرين الشباب بالفرص المتوافرة لهم للانفتاح والسعي إلى التطور لصنع مستقبل أفضل وواعد. فلا تسمحوا للتردد والخوف من التطور ومواكبة كل ما هو جديد أن ينال منكم وأن يهدر طاقاتكم، بل عليكم بالانفتاح والتقبل وتفعيل أنماط الحوار دائما. يجب أن نفكر قبل أن نؤطر ذاتنا بإطار الدين والعرق والجنس والطبقة الاجتماعية والمعرفية والفكرية، يجب أن نعيد التفكير بأننا إنسان خلق من أجل الإنسانية. وأعتقد أنه إحنا هذا المؤتمر بيخلي الناس تيجي تشوف هذا البلد الصامد برؤيته، بمشروعه القيمي، بانفتاحه نحو التغيير. هذا البلد اللي بده يقدم نموذج بكل ما يتصل بالمواطن الصالحة، بمناهج التربية والتعليم، التعديلات اللي عم بتصير عنا بالأردن، وأنا واثقة أنه بده يضل الأردن جامع للناس. في المقر الرئيسي للمنظمة، فكتير من أصحابي أو عائلتي حتى بيحكوا لي كيف بتروح على منظمة بوذية؟ طيب البوذيين أعداء المسلمين، البوذيين بكرهونا، البوذيين، في ناس بيحكوا لي البوذيين بوكلوا كلاب، بوكلوا صراصير. طيب أنا لما رحت هناك هم أصلا نباتيين، يعني ناس ما بوكلوا لحمة أصلا يعني. وصلاتهم يعني لما بيصلوا ما بدعوا مثلا يا رب أعطينا، يا رب
ما بدعوا حتى لبلدهم، ما بدعوا، بدعوا للعالم كله. شفت ناس بيبكوا على لاجئين سوريا وعلى لاجئين العراق وهم ما بيعرفوهم، يعني انت بعيد عنا كثير. هذا وكان قد سبق عقد جلسات المؤتمر إقامة قداس إلهي في كنيسة الراعي الصالح في مركز سيدة السلام، ترأسه غبطة البطريرك فؤاد طوال وبمشاركة سيادة المطران ياسر عياش وجمع من الكهنة الأفاضل. وفي عظة القداس رحب غبطته بالضيوف المشاركين في المؤتمر مثنياً على جهودهم بإنجاح هذه الفعالية العالمية. يحتفل في شهر تشرين أول من كل عام بعيد سيدة الوردية العذراء مريم، حيث أقيم في كنيسة كلية الشميساني لراهبات الوردية قداس إلهي بهذه المناسبة. إلى المزيد. احتفلت راهبات الوردية المقدسة في الأردن بعيد سيدة الوردية العذراء مريم، وذلك بقداس إلهي ترأسه قدس الأب شوقي بطريان مدير مركز سيدة السلام، بحضور القائم بأعمال السفارة البابوية في عمان المنسديور ماولو لالي، ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، والمستشارة الإقليمية لرهبنة الوردية في الأردن الأخت مشلين معلوف، وجمع من راهبات الوردية والمؤسسات الرهبانية المختلفة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وجوقة الكلية، وعدد كبير من المؤمنين. وتحدث الأب بطريان في عظته عن سر الوردية قائلاً: إن ما يميز أسرار الوردية المقدسة هي وحدتها وتداخلها وتفاعلها الأمومي ومخاطبتها لكل مراحل حياتنا، وهذا التسلسل المنطقي بين أسرار الفرح والحزن والمجد والنور الذي ينسج كل تفاصيل حياتنا. وفي كل مرة أيضاً نحن في حياتنا اليومية نقول نعم لإرادة الله، هناك حياة تثمر. وحاولت رهبنة الوردية المقدسة في الأراضي المقدسة ومنها أردننا الحبيب أن تترجم هذه الأسرار من خلال حياتها ومؤسساتها، وهي تستند على وعد السيدة العذراء إلى القديسة المؤسسة. قالت: اعملي هذه الرهبنة وأنا أعينك، واعلمي واعرفي أن أخوية ورهبنة الوردية تنجح وتثبت إلى يوم الدينونة. وخلال القداس رفعت أمام مذبح الرب الطلبات ووضع التقادم على نية كل من يصلي الوردية ومن أجل كل الراهبات في كل مكان. إلى ربنا كما قدمت جوقة الكلية مجموعة من التراتيل المريمية من وحي المناسبة. وشكرت الأخت إيميليا صلايطة رئيسة دير بيت الزيارة لرهبنة الوردية في كلمتها الحاضرين لتكريم سيدة الوردية في عيدها، فالوردية هي الأم في الكنيسة التي تقوى بارتباط أبنائها بها. والسير على خطى الرب المعلم من فيض حبه تعطي حباً، ومن كلمته تزرع فكراً، وتغرف من مائه الحي لتروي عطش الآخرين. دعاؤنا إلى أمنا مريم العذراء سيدة الوردية أن تحفظ راهباتنا وتزيد الدعوات الرهبانية، وأن تحمي بلادنا وشعبها الطيب من كل شر وبلية في ظل صاحب الراية الهاشمية
جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. وفي ختام القداس تلت الراهبات صلاة جددن خلالها نذورهن، طالبات من سيدة الوردية المقدسة الحماية والبركة لإتمام مسيرة الرهبنة والقداسة. بعدها انطلق الحاضرون لتقديم التهاني لراهبات الوردية، متمنين لهن رهبنة مباركة ومكللة بالنعم السماوية. تقدم 6 من أبناء كنيسة مار شربل للموارنة على مذبح الرب لنيل درجة الشدياقية، وذلك خلال قداس احتفالي ترأسه المطران موسى الحاج بحضور لفيف من الآباء الكهنة والمؤمنين. إلى المزيد. احتفلت كنيسة القديس مار شربل للموارنة في عمان برسامة 6 من أبناء الرعية ومنحهم رتبة الشدياق، وذلك بقداس إلهي مهيب ترأسه سيادة المطران موسى الحاج رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة للموارنة التي تنتمي إليها النيابة البطريركية العامة في الأردن، بحضور الأب سامر زقتون كاهن الرعية وعدد من الآباء الكهنة وأهالي المرتسمين وجموع من أبناء الرعية. إليك نضرع على عطر هذا البخور لتؤهلنا فنقدم إلى خدمة هيكلك المقدس عبيدك هؤلاء القائمين هنا منتظرين مواهبك الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الوقت وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. وفي مراسم القداس الإلهي رفعت الذبيحة على نية كل من تم منحهم الرتبة: بشار النبر، إلياس العبودي، حنا الصفدي، سنان سلامة، عبدالله ققيش، وشرب المعوشي، الذين كرسوا أنفسهم لخدمة الكنيسة وتعاليم المسيح. نقدم إلى قداستك يا أبانا الطاهر مرموس المنتخب من الله هؤلاء محبي الله: سنان، شربل، الياس، بشارة، حنا وعبد الله، الواقفين هنا ليتقبلوا منك وضع اليد الإلهية وترقيهم من درجة المرتلين إلى درجة القارئ على مذبح كنيسة مار شربل في مدينة عمان المباركة، وهم خاضعون لسيادتك يا أبانا، ونحن نتوسل إلى الله من أجلهم هاتفين 3 مرات. وفي عظة القداس التي ألقاها سيادة المطران الحاج موجها كلامه للمرتسمين قال فيها: سعيد جدا بكم وبمثابرتكم الدؤوبة لخدمة الكنيسة، وسعيد أيضا بقدومكم وبعضكم من الكنائس الشقيقة لترتسموا ها هنا، فأود أن أقول لكم أن القديس مار شربل هو من جمعنا هنا. نحن اليوم ربنا نعم علينا بشفاعة مار شربل وجميع القديسين أن نكون بقلب رعيتنا في 6 عم بتقدموا ويستعدوا لخدمة الرب بحسب ما نحن سمعنا. من هيك أنا بدي أقدم تهنية باسمكم جميعا، باسم الكهنة واسم الحاضرين للإخوة 6 ولعيالهم، وإن شاء الله هالخطوات الأولى تكون خطوة على باب على طريق الشماسية أو الكهنوت للي بده ويلي يعني في الشروط المطلوبة لهذه الرتب. وبهني الرعية وبشكل خاص أبونا نبيه يلي غايب عنا، أبونا سامر اللي اهتم، ونشكر المونسنيور أبي ناصر إجا مبارح لحتى يكون معكم ويحضركم لهذه السيامة. أنتوا هون طلبتوا وصليتوا وربنا بعث لكم مش 1 و2، اسم الله 6، الله قدسكم وإن شاء الله رتبة مباركة وربنا يزيدنا كلنا نعم لحتى نعيش مع بعضنا البعض إخوة بقلب هالكنيسة يلي هي أمنا ويلي بحاجة لإلنا كلنا سوا. آمين. وبعد رفع الذبيحة الإلهية وتقديسها وبمراسم الطقس الماروني، منح سيادته الرسامة للأبناء 6 مبتدئا برتبة القارئ ومنحهم كتاب المزامير المقدسة، ومن ثم رتبة المرتل وصولا لرتبة الشدياق،
التي تم ارتداء الثوب الإكليريكي الأسود وارتداء الحلة البيضاء ومنحهم الكتاب المقدس ليكون لهم دستور طوال حياتهم. نتوسل إليك الآن أيها الرب الإله أن تفيد نعمتك على عبيدك، امنحهم أن يعملوا قدامك بالبر مع الذين أحبوا اسمك، صن حياتهم من دنس الإثم والخطيئة واجتذبهم إليك فيتبعوك ويعملوا بمشيئتك ويتأملوا بوصيات، قدرهم على أن يدوسوا الحيات والعقارب فلا تؤذيهم لأجل اسمك القدوس الذي استدعيناه عليهم اليوم. أشبع نفوسهم من تعليمك الإلهي فيتتلمذوا ويستنيروا في تعليم البيعة المقدسة ويؤهلوا بنعمتك للدرجة السامية التي يقبلوها منك، لأنك إله رحيم رؤوف وتريد أن يتوب إليك جميع الناس. هاليلويا هاليلويا هاليلويا، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، هاليلويا يا رب عبيدك هؤلاء بطرشيل القراءة للتمجيد الله ولبنيان البيعة المقدسة وجميع بنيها باسم الآب والابن والروح القدوس. يرسل من أعطانا أحضر الغدوانا يصون الإيمان مذبح والقربان. وفي ختام القداس الاحتفالي تقبل سيادة المطران مع الكهنة والمرتسمين الجدد التهاني من أبناء الرعية وسط أجواء من المحبة والفخر والفرح. يشار أن رتبة الشدياق تخول صاحبها خدمة الأسرار المقدسة بمعونة الكاهن، وتأتي هذه الرتبة بعد نيله رتبتي القارئ والمرتب. قام سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا بزيارة لجمعية دار الكتاب المقدس بعمان، وذلك للاطلاع على أهم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجمعية. وفي بداية اللقاء الذي حضره الأب الدكتور إبراهيم دبور الرئيس الفخري للجمعية ومديرها السيد منذر النعمات وعدد من العاملين فيها، استمع سيادته إلى شرح قدمه النعمات حول أبرز ما تقدمه الجمعية من خدمات ومساعدات إنسانية وخيرية ومحاضرات ثقافية ومخيمات دينية وتوعوية. ومن جانبه أشاد سيادة المتروبوليت بما تقدمه الجمعية من خدمات، حثاً على إقامة نشاطات ومحاضرات تخص الكنيسة الأرثوذكسية ومؤمنيها في الأردن. وفي نهاية اللقاء قدم النعمات نسخة من الكتاب المقدس لسيادته، عربون محبة لهذه الزيارة الكريمة، متبادلين الصور التذكارية لزيارة سيادته الأولى لمقر الجمعية. كان بيميز هاي الزيارة بصراحة هي تعزيز الشراكة ما بين دار الكتاب المقدس والكنيسة المحلية وبالذات الكنيسة الأرثوذكسية، وتم إطلاع سيدنا المطران على كل أعمال جمعية دار الكتاب المقدس، النشاطات المتنوعة اللي قامت فيها الجمعية إن كان عبر السنين الماضية وبالأخص بآخر نشاط اللي قمنا فيه بمهرجان وتد وردود الأفعال اللي حصلت لمهرجان وتد واللي كانت عبارة عن ردود أفعال إيجابية وردود أفعال بتثمن هاي الخطوة من دار الكتاب المقدس اللي قامت فيها. وتم كمان من قبل سيادته بصراحة سعدنا وكان شرف لنا أنه أعرب عن فرحته وأعرب عن سعادته
وأعرب عن اندهاشه بصراحة من العمل ومستوى العمل والخدمة اللي بتقدمها هذا الكتاب المقدس، مش بس للكنائس المحلية لكن كمان للمجتمع المحلي. افتتح في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم الصماق مركز طلال أبو غزالة للمعرفة لدعم وخدمة نشاطات مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك، وذلك في حفل خاص أقيم بحضور عدد من ممثلي المجتمع المسيحي في الأردن. ويهدف المركز إلى خدمة الشباب والكشافة ودعمهم لزيادة مهاراتهم وخبراتهم في استخدام أدوات التكنولوجيا. ورحب قدس الإرش مدريد بسام شحاتيت بالدكتور أبو غزالة وشكره على هذا التبرع الكريم، وقال إن إنشاء هذا المركز سوف يضيء الطريق للشباب ويقدم لهم المكان المناسب لتطوير مهاراتهم. وقال أبو غزالة إن الشباب هم المستقبل ونعمل على الدوام على تقوية قدراتهم، وأن هذا المركز سيسهم في صقل احتياجاتهم ومهاراتهم ليكونوا قادة فاعلين لمستقبل ومجتمع أفضل. هذا المركز يتيح لأبنائنا وخصوصا الشباب استعمال الإنترنت المجاني، لأنه نحن لنا خطنا الإلكتروني الخاص، ويتيح لهم استعمال الكمبيوترات والبرامج التي زودناها لهذه الأجهزة ليكونوا على مستوى أعلى ما يمكن من الثقافة المعرفية، لأن الثقافة المعرفية هي التي تؤدي إلى الإنسان الأفضل. فأنا فخور وسعيد بأن أتيحت لي هذه الفرصة، وهذا مركز عم نفتتحه داخل مقرنا لتقوية الشباب المسيحي داخل الكنائس، بإعطائهم دورات معتمدة وفتح مكتبة إلكترونية. يعني إحنا عم نحاول نخلي حتى الكشاف تاعتنا تتواكب مع التطور ومع الإلكترونية، وتصير عندنا محطة كاملة للمعرفة الإلكترونية ولا تدريبات ومحاضرات ونقوي من شبابنا. ترأس المطران سليم الصايغ في كنيسة أم النعم للاتين في الفحيص القداس الاحتفالي لليوبيل الفضي للأخت سناء سماوي من مرسلات مريم الفرنسيسكانيات، بمعاونة الأب عماد طوال راعي الكنيسة وحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وجمع من المؤمنين. وفي عظة القداس قال المطران الصايغ إن الحياة الرهبانية بنذورها ورسالتها هي مسيرة إيمان، ولا يتذوق سعادتها إلا الذين يفتحون قلوبهم لها. نرفع صلاتنا إلى أمنا مريم البتول ملتمسين منها أن تبارك جمعنا وأن تغمر عزيزتنا الراهبة سناء بفيض بركاتها الغامر وعطفها الوالدي لتتابع مسيرة حياتها الرهبانية المريمية بفرح العطاء الكامل للمسيح، فيحقق فيها المسيح كمال القداسة. آمين. وفي ختام القداس ألقت الأخت سناء كلمة استعرضت فيها مسيرة حياتها الإيمانية والرهبانية التي استمرت 25 سنة، شاكرة كل من وقف إلى جانبها خلال السنوات التي مضت، خاصة أهلها الذين زرعوا فيها الرجاء والإيمان القوية بالمسيح. أشكر الرب على حبه اللامتناهي لي اللي فعلا أعطاني هالنعمة هاي أعيش معه. يعني اللي بقدر أقوله أنه أنا ما بستحق، بس هو أكيد أراد أنه يعطيني رسالة معينة. أنا بطلب منه يعطيني نعمة الأمانة حتى الأبد أكون معه ثابت دايما دايما على طول. بشكر نورسات على الخدمة اللي بيقوموا فيها دايما على حضوركم معي، شكرا. نحن كتير سعداء، صلينا من أجل أنه ربنا يبعث دعوات دائما للكنيسة، ومنصلي كمان اليوم أنه في عيد أمنا العذراء مريم سيدة الوردية أنه نكون على مثالها، نستطيع نحكي دائما نعم أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. بمشاركة أكثر من 50 سفارة معتمدة لدى المملكة افتتحت سمو الأميرة بسمة بن طلال في مبرة أم الحسين بازار السلك الدبلوماسي الخيري السنوي، واشتمل البازار الذي يرصد ريعه بالكامل للمبرة على منتجات متنوعة تجسد تراث وثقافات الدول المشاركة. وأعربت سموها خلال الافتتاح بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف
عن شكرها وتقديرها لسفارات وهيئات الدول المشاركة في هذا البازار الذي يجسد مفهوم المسؤولية الاجتماعية ويعكس روح العمل الإنساني وقيم التكافل والتضامن. حقيقة يعني صرنا 26 سنة هلأ بنعمل هذا البازار مع بعض، والمبادئ الإنسانية بتجمعنا جميعاً من كل الدول، ومشاركة المجتمع الأردني في بازار مبرة أم الحسين كمان دعم كتير كبير للمبرة، فكل المحبة لكل اللي موجودين اليوم، وشكراً على هذه الفرصة الثمينة اللي أعطيتونا إياها، اللي بالفعل نقوم بواجبنا نحو أولادنا وأبنائنا ومجتمعنا الأردني. شكراً. بهدف تجسيد معنى الحق والخير والعطاء لدى أبنائنا الطلبة، أقيمت في كلية سيدة الناصرة بعمان فعاليات جراج سيل الذي اشتمل على مقتنيات شخصية لمتبرعين من الأهالي لغايات بيعها وتوزيع ريعها على المحتاجين. وتتنوع موجودات هذا السيل الذي يسعى إلى تعريف الطالب بكيفية التعامل مع المجتمع والسوق على أغذية وملابس وأثاث وتحف وغيرها. فكرة النشاط أنه نعزز لدى الطلاب مفهوم أنه الأشياء اللي إحنا مو بحاجتها ممكن نستفيد منها، بنبيعها بأسعار رمزية. ريع هذا النشاط كله رايح لأعمال خيرية، في كتير من الأهالي برضو بيع الطاولات رح يتبرعوا فيه للمدرسة، في عنا مقسمين المبالغ اللي رح تطلع لأكتر من عمل خيري. كراج سيل جمع بين أنه الأهالي والخدمة المجتمعية أنه تيجي تشارك الأهالي مع المسات مع الطلاب في بيع المقتنيات اللي هن مو بحاجة إلها، وبنفس الوقت تكون الكواليتي مزبوطة يعني تبعها، لكن بأسعار رمزية. النشاط كتير حلو جد، تغيير أنه المدرسة عم بتفكر بهيك أشياء تغيير، ومنه بنغير جو عن الدراسة، هيك منه بنفيد كل حدا أنه كيف كل حدا عم بجيب أنه الأشياء اللي هو شاطر فيها وعم بيشتغل. إحنا حبينا نشارك بمشروع جراج سيل اللي نعمل عنا لأول مرة في المدرسة، كتير كانت تعتبر فكرة ناجحة، وخاصة أنه إحنا كنا حابين ناخد طاولة نحط عليها أشياء إحنا مش بعازتها، عشان أنه زي كل المصاري اللي رح تطلع معنا إحنا رح نعطيها للمدرسة اللي هي عاملة ريع للأطفال المحتاجين والعائلات المحتاجة. إلى هنا وصلنا أعزائنا المشاهدين لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رهبنة الوردية في الأردن تحيي عيد سيدة الوردية العذراء مريم. كنيسة مار شربل للموارنة تحتفل بصيامة عدد من أبنائها. انعقاد مؤتمر الأمانة العالمية للشبيبة المسيحية لأول مرة في الأردن. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.